بس انا في حاجات كتير ما تعرفهاش عني، كان نفسي احكيها لك عشان ما ابقاش خبيت عليك حاجه. انا لازم اوصل لنديم بيه النهارده وباي شكل. عودت عليك يا عم. يعني ايه هربت منك؟ تقابله وتختز وتجيبها من اي حته؟ عارف لو ما كانتش الظروف اللي حصلت لي كنت عملت لك فرح كبير جدا. يا ريتني قابلتك من بدري. انا هنا. حضرتك محتاج 250 الف جنيه بكره. قولي لي انك جبتي الحاجه عشان لو ما جبتهاش انا هتضايق قوي. مريم فين؟ مريم هنا، جيبها هنا، ماليش علاقه بمريم. نديم ما يعرفش خالص ان في حاجه في حياتنا اسمها ليسي. المشاريع الكبيره دي عايزه كل الناس تساعد فيها، ايد واحده ما تنفعش. يعني الاثنين اللي جاي رئيس الوزراء هيحط حجر الاساس للمدينه بتاعتنا. دي اخبار حلوه جدا. عشان كده عاوزين نجهز لليوم ده تجهيز جامد جدا. واحنا مش جاهزين ولا ايه؟ انا قايل من شهر. اهلا يا حبيبتي، اتفضل. ايوه ما احنا كنا مستنيين بس رئاسه الوزراء يردوا علينا ويحددوا لنا الميعاد. واحنا من امتى بنستناهم يحددوا الميعاد؟ احنا بنشتغل لحد ما يحددوا الميعاد. نديم، انا متبرعه بكامبين المدينه دي سواء أودور أو ميديا. أنا متأكد إنك هتعملي كده. هو في كذا شركة مقدمة لنا أوفرز. أوفرز إيه يا أميرة؟ بتقولك متبرعة. ما هم كمان متبرعين. حلو جدا. زيادة الخير خيرين. المشاريع الكبيرة دي عايزة كل الناس تساعد فيها. إيد واحدة ما تنفعش. في حاجة تانية؟ آه. طيب أنا هقوم أشوف مريم، اتأخرت لي. عادي حبيبتي. عادي. اوكي. اتكلمي. اصل البوب جالك وكان عاوزك ضروري، يمكن بيحاول يوصل لك ومش عارف. وظاهر انه عارف حاجه بخصوص مكان مدام رشا. عاوزك تشوف لي الحالة اللي في 206 إذا كانت تعمل عملية الصبح ولا لا. اللي فهمته من كوست العملية مش هيقدروا عليه. مش مهم. الصندوق اللي عامله المهندس نادين فيه فلوس الحالات اللي زي دي. أوكي هطلع أشوف الحالة وأبعت رسالة التقديم. أوكي شكرا. جديد في حد جوه في انتظار حضرتك. ايه يا مفيد؟ مش هتسلم عليا؟ صدقت كلام اخوك عني؟ اخوك هو اللي كان خاطفني، ولما هربت من حبسته جيت لك على طول عشان تشوف لي حل معاه وتطمني على بنتي. وحشتني. بص لي كده ليه؟ قلت حاجة عيب ولا غلط؟ ولا هو حرام إن بنتي توحشني وتجيلك عشان تخليني أشوفها؟ أنا فكرت أروح لك على البيت بس قلت بلاش، أجيلك هنا أحسن عشان نعرف نتفاهم مع بعض. نتفاهم على إيه؟ انت مش عارفه انت عملت ايه في بنتك؟ عارفه، اكيد عارفه، بس هصالحها لما اشوفها وهي اكيد هتسامحني. انا ما كانش قصدي يبقى دمي تقيل معاها كده لما جت تسلم عليا، بس اخوك هو السبب. تصرفاته معايا هي اللي بتخليني اعمل كده. تصرفات اخويا؟
انت بتستعبط يا رشا؟ مفيد أروك، انا مش جاي لك عشان نستفز بعض، انا جاي لك عشان انت راجل عاقل محترم وهتفهم كلامي وتستوعبه كويس، وعشان انا زهقت لدرجة اني بفكر انتحر. اه والله انا مبقولش اني مغلطتش، غلطت، بس مش معنى اني غلطت اني افضل طول حياتي هدفع تمن غلطتي دي. خلاص هو مش عايز يرجع لي، هو حر، بس يسيبني اشوف بنتي، ومش كل شويه يخلي رجالته يخطفوني في اماكن مقرفه وطول الوقت يهددني بالقتل. انا رجعت نفسي وفكرت كتير ولقيت نفسي غلط. اه والله انا مش عايزه حاجه، مش عايزه اي حاجه، مش عايزه فلوس ولا الشركه ولا اي حاجه خدها مني، انا عايزه بس يسيبني اشوف بنتي، اخدها كده في حضني، عايزه اشوفها النهارده باي طريقه. انا مش عارفه انا كنت بعمل كده ازاي، سيبها على طول مع الناني بتاعتها تعمل لها كل حاجه. ازاي ما كنتش باخدها في حضني وادلعها؟ بس هتغير، هتغير جدا، هعمل لها كل حاجه، انا اللي هاكلها وهجربها وهذاكر لها وهلعب معاها كل حاجه، وانا كمان هبطل اخرج واسهر واشرب، حتى السجاير هبطلها، والكوك بقى انت تعالجني منه. يا وسط كمان الكوك؟ خليني شندة مني، قلت لك انا نفسي اركع رشا بتاعت زمان، فاكرها؟ فاكر رشا لما اتجوزت نديم كانت عامله ازاي؟ كانت حلوه مش كده؟ مش مهم، يلا بينا. يلا بينا على فين؟ انت مش وعدتني توريني لوجي؟ وعدتك ايه؟ بقيت تنسى؟ ولا رجعت في كلامك؟ ولا تكونش خايف من نديم؟ او مشترك معاه في الكذبة بتاعت اني سافرت دي؟ او هتكون قلت لها اني مت؟ قلنا لهاش انك مت؟ لوجي هي اللي ايوه بقى، ابتدي بقى في الاشتغالات، قول بقى الكلام اللي ملوش معنى ولا لازمه ده خالص، دي اشاعه اخوك مطلعها هو وعماد القط. عماد القط ده دواطي باخد بسجاره، انا لما اشوف نديم احكي له كل حاجه، بس الاول يلا بينا نروح للوجي. حلو الاكل؟ حلو ولا رفدهم كلهم؟ قولي لي بس. لا حلو قوي. طيب عظمه، اميره دي مزعجه، قلبت لنا الغدا عشاء. بس حقيقي السبب اللي هي جايه عشان يستاهل، ما كانش ينفع يتبعت لك بمسج ولا بورقه صغننه كده مع حد من السواقين ولا مع جمال، كان لازم تيجي هي بنفسها. هي اصلها عايزه توريني انها موته نفسها في الشغل، حاسه انها ايامها الاخيره. هتموت؟ لا مش هتموت، اختك دي طيبه قوي قوي.
انا همشيها لاني زهقت منها. تخلصي الطبق ده كله. اه عشان انا لسه احط لك طبق تاني. رنا شطوره بتعرف تاكل قوي كويس. يا بنتي حرام عليكي نفسك. انت ازاي طايقه الاكل كده؟ هي بتحب السبايسي؟ مش ممكن يا نادين. طيب ما تسيبيها براحتها. براحتها وانا مالي وانا قلت حاجه. مس نادين. يا براذرز اون ذا فون. ثانك يو سالو. يو ويلكم. ايوه مفيد. امتى؟ مفيد خليها عندك ما تتحركش. انا مسافه سكه وجاي لك. مع السلامه. حبيبتي لازم اقوم حالا. هكلمك. ما تناميش غير لما اجي. يا حبيبي مين شطور بياكل لوحده؟ شيل روحي انا. زي ما قلت لك حالة شوك مأثرة عليها وخليها مش مستوعبة اللي حاصل. يعني لو اتقدمت للمحاكمة يعتبروها مجنونة ويحطوها المستشفى وبعدين تخرج تعيش حياتها. بس هي فعلا تعبانة. بلا تعبانة بلا بتاع. هي فين يا مفيد؟ هي فين؟ معرفش. ما تعرفش؟ المريضة اللي كانت في 104 فين؟ معرفش. أمال أنا اللي أعرف؟ كلمي الأبن قافل لبعد. تعالى بس كده. أوعى يا مفيد اتفضل. هتلاقيها يا مفيد. لو ما لقيتهاش هغير الأبن في المستشفى. كنت لقيتها عند اخوك كنت هتعمل ايه؟ كنت قتلتها. قتلتها ايه يا نديم؟ انت مجنون؟ مش هسيبها عايشه بعد ما قتلت بنتي. اه وتودي نفسك في داهيه. انا مش قادر انسى بنتي. بنتي ما تفرقش تفكيري ثانيه واحده. مش قادر انسى انها راحت مداني. مش هرتاح غير لو خدت حقها. ما اظنش انك هترتاح لو قتلتها يا نديم. بالعكس انت ممكن تعيش كل حياتك متعذب. انا مش هعيش متعذب عشان دي. لا مش عشانها. عشانك انت. متهيألي نديم الراجل المحترم النظيف اللي كل الناس بتحلف بسمعته. مش هيعيش مرتاح بعد ما يقتل. بشرب على الراجل بتاعك يا نديم. بشرب ما عملتش حاجة. أنا ما عملتش حاجة يا نديم. بشرب نديم. نديم أنت سامعني؟
طب ممكن ما تخوفنيش من دماغك دي؟ وبعدين احنا مش اتفقنا ان الماضي ده خلاص رميناه ورانا وان الحياة قدامنا، اتفقنا ولا لا؟ اتفقنا يا نديم. انا حبيتك، مش مستعدة يجي اليوم اللي اشوفك فيه مش جنبي او تبقى معايا وانت مشروخ من جواك. يعني ايه يوم ما بقاش جنبك؟ انا هفضل في الحضن كده على طول. يا سلام، عشان كده سبتني وجريت تاني يوم جوازنا. انا اسف يا روح، غصب عنك. في كمان اسبوع واحد بس هغيب عنك فيه، بعد كده هفضل في الحضن على طول. نعم ليه؟ نسيت ولا ايه؟ نسيت ايه؟ احنا بعتنا كل التحاليل والأشعة بتاعت رنا للدكتور في فرنسا. الدكتور حد من معاني ولازم تروح تقابله. بجد؟ للأسف بقى الميعاد ده جاي في نفس التوقيت اللي رئيس الوزراء هيفتح المدينة وهيحط حجر الأساس بتاعها. يعني ايه؟ مش هتبقى معانا؟ غصب عنك. طب ما ينفعش تعمل أي حاجة تظبط الميعاد بحيث إنك تبقى معانا؟ أنا مش عايز أبقى معاكي برضه. بس هعمل ايه؟ الدكتور ده مشكلة، لو ما كانش صح المفيد ما كناش خدنا معاد. حياتك عندي لأعمل المستحيل وخلص بحصلك. اوكي، طب ممكن اخد مريم معانا؟ يمكن اشوف لها دكتور هناك يشوف حل للمشكلة اللي هي فيها. افكوش انت تعملي اللي انت عايزه. ميرسي قوي يا حبيبي، بجد ميرسي. شطنطري. عندي ليكي خبر زي الفل، هنسافر باريس انا وانتي ورنا. في دكتور هناك بتابع حالتها. حضري نفسك. بقولك ايه؟ احنا ليه ما فكرناش ان انا اروح اتكلم مع مريم بما اني صاحبتها يعني؟ اتكلم معاها في ايه؟ يعني اقول لها الليسي عاوز يرجع لك وعايز يكمل معاكي. ومين قال ان الليسي عايز يرجع لها او يكمل معاها اصلا؟ الليسي ملوش في الحب، الليسي عاوز يقفش. بالظبط كده. معلم الحوار بتاع مريم ده في حاجة مش مفهومة. تقول لي بس في ايه؟ وانا ارسيك على الصح. ايه اللي مش مفهوم يعني؟ يعني في سر طلقتها. رجعت لها الصور اللي عندها. وتنزلت على البلاغ وبعد كده رجعتها تاني. مش عارف جاي دلوقتي تقول ايه؟ لو مش اخفت بات لوحدك لحسن اختها تيجي تقتلك. ايه الجو ده يا عم؟ لا هو كمان عمال يراقب البيت ده كمان. عارف؟ انا مش فاهم. انت شفته من اخر مره؟ لا. اتفكك بقى من الحوار ده خلاص يعني. هما قرشين قلبتهم منها وخلاص. افكني من الحوار ده؟ لا يا حبيبي، مريم دي خدتني لغايه المأذون، يعني اتجوزتها، يعني لازم اقفش منها قفشه كبيره قوي. طب انا دلوقتي مش فاهمه، انت ناوي تعمل ايه؟ ناوي كده وبخطط لخبور لملك اختها. يا ابني ما بلاش ام الجو العجيب بتاعك ده. والله يا ابني انا لو رغيت الموضوع ده من دماغي ابقى تهتيت. يرضيك واحده زي ملك دي تهتني؟
انا قايل لكم الموضوع 50 مره قبل كده. مش عارف اقول لك ايه والله. استنى، ايه ده؟ دي ملك؟ ملك مين يا عم؟ مريم. مريم؟ صفتك جوزي لحد دلوقتي ينفع تمنعنا من السفر وتبعت لملك القرار ده. سفر ايه وبتاع ايه؟ هو يعزمنا احنا السفر ليه؟ وانت مالكش بليه؟ انت ليك مكان. اه حلوه دي. آه؟ صح. اه انا بعت لها اقول لها نسلك الموضوع ازاي؟ ما دام عايزينها منحة. صح. انت وقت بتفهم يعني والله بتفهم. حاجات برضه كده لازم ادي لك حته في الاخر. هرد عليها. مش عارفة يا ملك، هي ورقة من مكتب محامي معلهاش أختام ولا أي حاجة رسمي، يعني من الآخر كده مش إنذار، فاهمة قصدي؟ واللي جايبها مش محضر، ده موظف عند المحامي ده. طب اديها لي بس أتكلم معاها، أتكلم معاها بس دقيقة واحدة. بصي يا ستي، مكتوب إن موكله خالد عبد اللطيف الليسي هياخد الإجراءات الرسمية لمنع زوجته السيدة مريم لطفي الجرحي من السفر. ايه؟ وعارف منين ده؟ ده احنا لسه فاتحين الموضوع ده بس امبارح بالليل. ماشي، ابعتي الورقه اللي جات لك لاستاذ جلال المحامي وقولي له مالك مستنيه تفتي. طب اديها لي بس اتكلم معاها، اتكلم معاها بس دقيقه واحده. عايز ايه رامي بس؟ انا مش فاضيه له يا نهى. قولي له ركز في الشغل ويسيبه من لت النسوان بتاعه ده. لا مش محتاجة اعتذارات، خلاص نسينا اللي عمله وانتهينا. ماشي ماشي، سلام. رنا حبيبتي، اطلعي شوفي لي مريم صحية ولا نايمة، لو صحية تنزلي على طول. وانت استنيني في اوضتك حضري البلاي ستيشن اللي جابها لك انكل نديم. أنكل نديم؟ احفظي مامي، اسمه بابا نديم، بيزعل من أنكل. طيب سوري، حضري البلاي ستيشن اللي جابها لك بابا نديم عشان نلعب جيم مع بعض، بعد كده نحضر شنطنا. بس الأول جاهزة للهزيمة؟ نعم جاهزة للهزيمة. طب ايه رأيك بقى ان مامي ما بتتهزمش؟ هنشوف. يا بنت متأكدة ان عندك 6 سنين بس؟ وبعدين هما 6 سنين دول قليلين. اه لا مش قليلين. روحي انتهي لي مريم. يا حاضر. نفسي اعرف الزفت اللي ليسي عارف انها مسافره منين. تقدر ان ما كانتش هي اللي قايله له. البت دي ما بيجيش مراها غير المصايب. ربنا ياخدك انت وهو في يوم واحد. حسبي الله ونعم الوكيل. بكره وبعده ايه الحلاوه دي يا ابني؟ مش هتنحنح؟ انا انت عاوز تسرعي توقعني من طولي. سيبك انت بس من وقعك والحاجات دي، جاي مبسوط وبتغني كده ايه؟ ما غنيش ليه يا اخويا؟ ما غنيش ليه يا هلا؟ ده أنا لسه راجع من عند المحامي ومطمني آخر طمأنة. أنت لسه برضه بابا اللي في دماغك ده في دماغك؟ حقي حقي، وأنا لا سمح الله برمي جدتي وهاخد حق حد تاني؟ لا ده حقي وشرع ربنا كمان. ما هو أنا بقى ما بقتش فاهمك. أنا ما بقتش فاهمك. أنت شوية تقول لي أنا مش عايز حاجة ليا، الموضوع كله مريم وأنا خايف على مريم من أختها لحقها يروح، وشوية تقول لي حقي وشرع ربنا. مريم مريم سيبك منها بقى، هي مش بعتنا وراحت قعدت معاهم خلاص. ده حتى ما اعتذرتليش يا راجل برساله ولا باس ان ام. بايه يا بابا؟ اس ان ام؟ اس ان ام يا اس ان ام؟ ايه اس ان ام دي؟ جديد عليا انا شخصيا، اختراع جديد ده انا ما اعرفوش. والله يا ابني انا كمان جديد عليا، انا بسمعهم بيقولوا كده اس ان ام. سيبك من مريم، سيبك من مريم، سيب مريم دي للزمن. اه اصل مريم جايه صدقني يا ابني، جايه لو ما جتش بكره هتيجي بعده، فاهمني؟ ايوه
بس عارف الفضل يرجع لمين؟ لأمك الله يكرمك. مالها أمه بقى؟ مالها أمه؟ لا مفيش حاجة حبيبي. أه؟ مفيش حاجة. إيه اللي جاب سيرتي؟ يا ستي بتجيب سيرتي يا ليه؟ ستي بجيب وعشان سيرتي وعشان إيه؟ مالها أمه؟ يا نادية والله بجيب سيرتك بالخير. بالخير؟ طيب عملت اللي أنا قلت لك عليه؟ أيوان أيوان. وأول ما المهمة خلصت بسلام رحت طالع دغري على المحامي ضيت. اوعى تكون نسيت كلمة من اللي أنا حفظته لك وانت بترمي المية على عتبة بيته. عيب عليك يا نادي. دي الورقة اللي انت مديها لها لسه مجيبة اهي. وايه قلت لي فيها ثلاث مرات وانا برش المية برش المية. ده ايه التخلف ده؟ ولا انت رحت قدام بيت واحد ومسكت ميه وقعدت ترميها على عتبة بيته واقول اشتوت اشتوت اشتوت. اسكت اسكت انت مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه ولا عمرك هتفهم حاجه. لا انتوا اللي فاهمين. اه طبعا. ولا ولا عارف اللي اسمه الليسي ده؟ الليسي ده عارفه الليسي ده. لو ما طلعش مريم في ظرف يومين بالكتير يبقى تعالى اتكلم معانا. هو انتوا عايزين بقى مريم تتطلق ولا عايزين ملك تتحبس؟ للليل. أنا شخصياً عاوز للنين زي ما أبوك قال. للنين للنين. طب بصوا بقى أنتوا الاتنين اعملوا حسابكم إيه؟ إن حتى مريم دي لو اتطلقت أنا استحالة أتجوزها. يا نهار أسود واللي أنا عملته ده إيه؟ أنا مش فاهم اللي أنا عملته ده كله ده إيه؟ أنت بتقول إيه يا هلا؟ زي ما سمعتوا كده لو مريم دي اتطلقت أنا استحالة أتجوزها. ولا خلاص. طب خد استنى. الله يبقى يبقى حينقطني الواد ده حينقطني. مفعول العصير بتاعك راح. لا عصير ده ايه انا اعمله تاني اعمله تاني يا نادي اعمله عصير تاني. يعني ايه بشم على ظهر ايده؟ انا وانت بس اللي نعرف الموضوع ده. ما كانش فيه تالت بينا. عرف منين؟ تعرفيش؟ وبعدين في الوقعة السودة دي أنا مش عايزة فضايح. مش عايزة نديم يعرف عن الليسي بتاعك ده. ده شكلي هيبقى زبالة قدامه. هقول له باسبورك ضاع. باسبورك ضاع إيه؟ ده يجيبه في ساعتين. بقى ما قلتي له مش ها؟ عارف لوحده. ماشي يا مريم هعمل نفسي مصدقاكي لما ارجع من السفر ليا كلام تاني معاكي. ماشي. ايوه استاذ جلال وصلتك الورقه؟ طب وبعدين هو فعلا ينفع يمنعها من السفر؟ كنت متأكدة من إجابتك دي. لا 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 حلول ودية. إيه بقى؟ هفكر في الموضوع ده لما أرجع إن شاء الله. ماشي باي باي. قولي لنا حل يا ست مريم. تقعدي؟ ماشي أنا هسافر وإنت تقعدي بس مش هينفع تقعدي هنا لوحدك. شكلها مش لذيذ يعني إن أنا أسافر وأسيبك هنا. ولا إنتي ليكي رأي تاني؟ أنا رأيي تاخدي سادو وتروحوا البيت. بس هقول إيه لنديم؟ أعصابي إنتي جننتيني جننتي أمي. مفيش وقت للحلول والقرارات. اقعدي هنا يا مريم. بس هقول لنديم ايه؟ هقول له اي حاجه بقى. عندك امتحانات دبلومه عندك علاج مع دكتور عند اي حاجه بس المهم ما يعرفش. يلا يا مامي بقى. ايوه يا حبيبتي. مامي جايه جايه حياتي. مرة واحدة تعملي حاجة صح في حياتك. على طول انت تغلطي وانا ادفع الثمن. مامي
كده؟ اعمل ايه بس يا رنا؟ ده انت يا حبيبتي بتسمعي الكلام اكتر منها. بس هي طيبه. طيبه اه ما انا عارفه، بس بتعمل حاجات تغيظ. مين اللي بيكلمك؟ ده بوبي. طب قفلتي عليه ليه؟ اصل بصراحه مش عارفه اقول له ايه. قولي له اني ولا اقول لك لا تقولي ولا تعيدي. انت ما ترديش عليه خالص لحد ما نسافر.